قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان. المحكمة أوقت الأسير علان بالمستشفى للعلاج وخيرته بنقله إلى مستشفى آخر بعد استقرار حالته الصحية، فيما سمحت لعائلته بزيارته بشكل طبيعي. ووصف أحد الأطباء المشرفين على علاجه بأن حالته خطيرة ويمكن أن تتدهور سريعا. وخرج عشرات الفلسطينيين يحتفلون بنبأ المحكمة الإسرائيلية تجميد اعتقالها للأسير محمد علان.